الآن في ظل هذه الأوضاع الحالية بالعراق، صفقات اللاعبين، وسألتك يا راح أعيد نفس السؤال، صفقات اللاعبين كيف وجدتها داخل الأندية؟ هل فعلا هناك استراتيجيات معينة لبناء فريق لخمسة مواسم على الأقل، أحافظ على نفس التشكيل، أحافظ على نفس المدرب؟ يعني هذا الموضوع كيف كان وانت صاحب تجربة كبيرة في الدوري العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه حضرتك، اهلا وسهلا بك كابتن. المهم هو الموضوع هذا موضوع صراحة معقد خصوصا عندنا بالعراق. نعم. احنا نشتغل خارج التخطيط، يعني نسميه الاستراتيجي. نعم. ما عندنا خطط يعني متوسطة قصيرة ومتوسطة وطويلة. العقودات ما تصير تعاقدات سنوية، وهذا انا اعتقد حتى الاتحاد جزء من عنده يتحمل، لكن انا احمل بالدرجة اساس الاندية. نعم. ما عندها خطط لتطوير اللعبه، خصوصا لعبه كره القدم بالنادي، لان انا اعتقد اذا تريد تطور اللعبه وتحاول تكون منتج يجب ان تتوقع مع مدرب، واختيار يكون دقيق وليس اختيار عشوائي او مزاجي او بمجاملات، وبعدين ورا لعبتين ثلاثه طلع الصور. انت راح اضرب لك مثال بسيط، انديه مستهلكه وباليه تعبانه ما عندها رواتب، اذا الفريق يخسر له خساره هي يطلعوه، ما عنده امكانيه. نعم. يفكرون فقط انه المدرب من غير من بي. انا اعتقد انه جزء من المدربين هم السبب حقيقه انه يشتغلون في ابخس الاثمان ومع اي نادي. انا اتكلم على لعبه كره القدم الان. لعبه كره القدم في العراق في تراجع مخيف. انا سمعت الاخ كابتن علي يتكلم على الاحصائيات، هذا احنا بعيدين عنه. انا صحيح انا اشتغلت في الاحصائيات على مستوى منتخب، جبت مدربين لياقه اجانب، لكن بالانديه حقيقه ما عندنا هذا الجانب وضعيفين جدا به، لان قاعه لعمل اجتماع نموذجي وعندك تريد تسوي لهم برزنتيشن عرض لموضوع معين ما موجود عندك، فكيف انت تريد انت تسوي الاحصائيات وتجيب المدربين والمحللين؟ فعندنا قليلين جدا يشتغلوا في هذا الجانب. نعم. سبب المشكله الرئيسي هي الانديه، عدم استقرار، عدم وضوح فلسفه. الجانب الثاني. نعم. الان احنا انا يجوني اللاعبين، انا اتعامل مع نوعيات مختلفه من اللاعبين في كل نادي، اللاعبين الصغار المغمورين، اللاعبين المتوسط، وعندنا المحترفين المتوسط عادي حتى اقدر اوازن بيناتهم. الان نعاني من عمليه ثقافه اللاعب عندما ياتي للفريق الاول، لان لا يوجد هنالك دوريات اشبال ناشئين شباب، فاللاعب ياتي الى الفريق الاول ويذهب الى منتخبات شباب واولمبي. يمكن الاخ علي اعتقد يعرف ايش اتكلم اني. كثير من النقصات عنده، يعني كثير مقومات، يعني تصور التكتيك الفردي او واجبات المكان الفردي، يعني مثلا دفاع يمين او دفاع يسار او قلب دفاع، تحركات فيها خلل ضعف، هذا دليل على انه ما عنده تراكم خبرات، ما عنده تراكم لعب. فاحنا نعاني صراحه من هذا الجانب. التعاقدات اكو بها مزاجيه، اكو بها عشوائيه، اكو بها امور خلف الكواليس ما اعرف صراحه، بس انا احمل الادارات لانه ما تستقر على المدرب. نعم. المدرب يحتاج الى فتره زمنيه لا تقل عن 3 سنوات 4 سنوات حتى يكون منتج.